كنبغي نشكر المغاربه كامله على الدعم ديالهم، واحسن حاجه بقات عندي في الذاكره هي برقيه التهنئه اللي وجه لينا جلاله الملك محمد السادس مباشره بعد السباق، وهذا حفزنا بزاف وخلانا فخورين بديك الميداليه وداك العالم اللي هزينا في باريس، وهذا حفزنا بزاف باش نزيدوا القدام ان شاء الله في الاستحقاقات القادمه. وكانت تحضيرات جد جيده في ظروف جيده وفي مركز بورغون، كنبغي نوجه لهم تحيه، وكنبغي نوجه تحيه للجامع الملكي للاشخاص في وضعيه اعاقه واشخاص والاخر، وكنبغي نشكر وزاره الشباب والرياضه ايضا والوالدين ديالي اللي كانوا واقفين معايا من الاول. هما اللي فوالو ضروري الله يخليهم ليا، الله يخليهم ليا بداو معايا فوالو. الحمد لله كنبغي نوجه الرساله لاي رياضي تقاتل وتقاتل على الحلم ديالك ان شاء الله والصلاه ديالك، والحمد لله ربي راه كيدير الطريق لاي واحد امن به. كنبغي نشكر المغاربه كاملين اللي كانوا في باريس والمغاربه اللي كانوا في المغرب، حتى هما كيصيفطوا لينا لي ميساج، كانوا كيحفزونا ديال بصح، وحتى الجامعه الملكيه الاشخاص في وضعيه اعاقه كان ديما على تواصل معنا في اي لحظه كتبغي تتواصل معنا وكتسولنا اي حاجه خاصه انا، كانوا كيوجدوها لنا ماديه معنويه طبيه اي حاجه. كنبغي نشكرهم حتى هما على المقاتله ديالهم، حيت هذا الشيء ما كيجيش غير عن الرياضي فقط، كيجي عند مجموعه من الاشياء ومجموعه من الجنود تيكونوا في الخفاء. الفرحه ديالي بايمن وبالفوز ديالو بالذهبيه وحتى الرقم القياسي عالميا ما نقدرش نوصفها لكم، زعما فرحانه به بزاف بزاف بزاف، والله يسهل عليه ويسر ليه الامور كلها. وكنشكر كل المغاربه اللي شجعوه والطاقم التقني ديالو وجلاله الملك الله ينصر سيدنا. تصورش ديك اللحظه من داك الشعور، ما اي ام من اش نقول لك، اي ام كتمنى ولدها تشوفه في هذاك المرتبه وهذاك المستوى ديالو، زعما واحد الشعور ما نقدرش نوصفه لكم. كندعي معاه في صلاتي، كندعي معاه واقفه، كندعي معاه يعني في اي لحظه. وهنيئا الله يخليك. الله يخليك. ما تيكونش. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربيه للالعاب والرياضه. MDGS نربحوا الرياضه.